بدأت اليوم محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. وحول هذا الموضوع أكد سعادة القاضي حسين الشيخ العضو في محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل أن هذا القانون خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في المملكة. مثل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين في ظل النهج الإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فمحكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل تشكل من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران تندبهم المحكمة على أن يكون أحدهما من النساء. وتختص هذه المحكمة بالفصل في الجنايات والجرائم والمسائل الأخرى التي تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية، كما تشكل محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى من قاضي منفرد ويعاونها خبير تندبه المحكمة وتختص بالفصل في الجنح والمخالفات والمسائل الأخرى التي تختص بها المحاكم الصغرى الجنائية. انتهج قانون العدالة الإصلاحية منهج عصري متطور في المعاملة الجنائية للطفل، فانتقل إلى نطاق أشمل وأوسع في حمايته، يتفق في الواقع مع المعايير والمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الطفل، فقد رفع سن الطفولة إلى 18 سنة ميلادية، وألحق الطفل ببرامج تأهيلية وتربوية ووطنية، وأخضعه لتدابير تضمن إدماجه وانخراطه في المجتمع، ووفر له مساعدات قانونية وقضائية وصحية واجتماعية، ورعى خصوصية كونه اللبنة الأساسية لبناء المجتمع ومستقبل الوطن.